تفضلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، فشملت برعاية كريمة افتتاح أعمال الملتقى والمعرض العالمي الثاني لسيدات الأعمال تحت عنوان المهندسة في عالم الأعمال. وفي تصريح بهذه المناسبة أشادت سموها بتوجهات جمعية سيدات الأعمال البحرينية في إقامة هذا الملتقى والمعرض المتخصص في نسخته الثانية والذي حظي بحضور دولي لافت، مشيرة سموها إلى أهمية تركيز الملتقى على موضوع يوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال الهندسي، وذلك لإبراز إسهامات المهندسات البحرينيات في دعم الاقتصاد الوطني. ونوهت قارنة العاهل المفدى بأهمية هذا الملتقى في إبراز تجربة البحرين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وما تحققه المملكة من تقدم في مؤشرات حضور المرأة في مختلف المجالات. كشفت بيانات موقع السجلات التابع لمركز البحرين للمستثمرين عن الترخيص ل 107 شركات جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 575 ألف دينار. وقد أظهرت البيانات الرسمية لمركز المستثمرين أنه تم تسجيل 101 سجل نشط دون ترخيص وست شركات نشطة. وقد أشارت البيانات إلى تسجيل 52 شركة ذات مسؤولية محدودة دون ترخيص وخمس شركات نشطة، و38 سجل لشركة الشخص الواحد دون ترخيص وشركة واحدة نشطة، إلى جانب 9 سجلات لشركة تضامن دون ترخيص وفرعين لشركات أجنبية. أظهر أحدث رصد لمجلة ميد حول المشاريع أن ثلاث مشروعات بحرينية فازت بفئة المشروع المستدام، فيما فاز 12 مشروعاً على مستوى الخليج و26 مشروعاً على المستوى المحلي. وقد تركت البحرين بصمتها ضمن فئة المشروع المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فازت بهذه الجائزة ثلاث مشاريع هي استخلاص ثاني أكسيد الكربون في العام 2011، ومشروع إنشاء مصفاة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لشركة نفط البحرين بابكو في العام 2014، ومشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي ونقلها لوزارة الأشغال في العام 2015. ويضم الخليج العربي أضخم عدد من مشاريع البناء قيد الأعداد في العالم، حيث تبلغ قيمة التي يجري حاليا تنفيذها في المنطقة 3.1 تريليون دولار. أعلن طيران الخليج الناقل الوطنية لمملكة البحرين عن تعيين الكرواتي كريشيمير كوتشكو في منصب الرئيس التنفيذي للناقلة. وقد رحب رئيس مجلس إدارة طيران الخليج زايد بن راشد الزياني بكوتشكو معربا عن ثقته بأن الرئيس التنفيذي الجديد سيضيف إلى طيران الخليج بفضل خبرته الواسعة وأحداث المزيد من التطورات لمستقبل الناقلة الوطنية. ويحمل كوتشكو الكثير من الخبرة في مجال الطيران، حيث تنقل في مناصب عدة في هذا المجال على مدى 25 عاما، وذلك في وقت تاريخي من عمر الناقلة، وهي على أعتاب استلام أسطولها الجديد المكون من 39 طائرة بوينغ وإيرباص ستبدأ باستلامها أوائل العام المقبل 2018. وقفتنا الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء عند مستوى 1262 نقطة منخفضا بنسبة 1.4%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,797,000 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 428 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 42% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
ونتابع الآن مشاهدينا مع إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 6961 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.41%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6250 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.21%، وكانت الربح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4369 نقطة كما هو موضح على الشاشة، بانخفاض بلغت نسبته 0.9%. في خبر آخر، أكدت أرامكو السعودية أنها استأنفت بالكامل ضخ النفط الخام إلى البحرين بعد انفجار إرهابي أدى إلى إغلاق خط الأنابيب الرئيسي. وقالت أرامكو في بيان أنه تم استئناف أعمال التشغيل وضخ الزيت الخام والوصول إلى طاقة الضخ المستهدفة من محطة الضخ بالظهران إلى مصفات شركة نفط البحرين بابكو. ويجري نقل النفط إلى البحرين عبر خط الأنابيب البالغ طوله 55 كيلومترا والذي يعمل بطاقة 230 ألف برميل يوميا. يأتي ذلك عقب تفجير إرهابي تسبب في حريق بخط الأنابيب الرئيسي يوم الجمعة في منطقة بوري.